صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول القائل: اللهم شفع في نبيك أو ملائكتك؟ لا بأس بذلك، يطلب من الله سبحانه، هذا لا بأس به. نعم، اللهم شفع في نبيك وملائكتك وعبادك الصالحين، لا تحرمني من شفاعة نبيك، لا بأس بذلك، هذا دعاء طلب من الله. نعم.